الفصل 16 بيتكلم عن كهنة جبال أوراس. طبعا قبل ما يتكلم عن المكائد طبعا بتاعت أعداء الإسلام اللي كانوا بيدبروها لعقبة، هنشوف هرجع الأول على الفصل اللي قبله. طبعا الفصل اللي قبله اللي هو فتح السوس الأدنى وفتح السوس الأقصى، وقلنا عدم استسلام السوس، وطبعا ان هم اعدوا العده طبعا بالعتاد والعدد، والعدد كان كبير جدا، ولكن طبعا اتهزموا من المسلمين. وقلنا ان رفع عقبه رايه الاسلام في طنجه كلها والدول المجاوره لها. طبعا عقبه كان بيفكر في الفصل ده في فتوحات جديده يعلي بها شان الاسلام، ولكن طبعا اعداء الاسلام كانوا بيدبرون المكائد. طبعا جمعت ملكة جبال أوراس، طبعا ملكة جبال دي جمعت أولادها الثلاثة وقالت لهم طبعا إن جيش المسلمين ما عندهمش مقدرة بمحاربة. هم طبعا مش عارفين إن جيش المسلمين كبير جدا وإن هو هزم ناس أكتر منهم قوة في العدد والعتاد، وقالت لهم إن هو هزم جميع القبائل طبعا وأخضعها لحكمه وحكم الإسلام، فإحنا عايزين نعمل حيلة عشان نقضي على هذا الجيش. طبعا اولادها لما سالوها عن الحيله قالت لهم هتذهبوا للطرق اللي صار فيها الجيش العربي الاسلامي في ابار المياه الموجوده هناك، هنردم هذه الابار كلها عشان لما يرجع الجيش من هذه الطريق يموت عطشا، ما يلاقيش طبعا ميه يشربها. خرج فعلا ابناء الكاهنه دي ومعهم عدد طبعا من اعوانها، وراحوا في الطرق التي سلكها الجيش الاسلامي وعقبه في اثناء سيرهم الى طنجه، وردموا كل الابار الموجوده على جانبيها. وعقبة لم يكن يعلم هو أو أحد من رجاله بما دبرته هذه الكاهنة. طيب هل المكيدة دي حققت هدفها يعني المقصود منها؟ طبعا لم تحقق هدفها. ليه السبب ده؟ قال لي لأن عقبة وجيشه عاد من طريق آخر ووصل إلى طنجة. طبعا لما وصل هناك لقى البربر في حالة هدوء تام، فظن عقبة طبعا القائد العربي أن البربر خلاص يعني استسلموا و ما عندهمش طاقة للحرب تاني، ولم يعد أحد منهم يحب الحرب. فطبعا أذن لمعظم جيشه إن هو يرجع مرة أخرى لمدينة القيروان. فاكرين مدينة القيروان دي يا شباب اللي هي عاصمة الدولة الإسلامية، اللي هي مقر الجيش الإسلامي اللي بيتدرب فيه الجنود وفي العتاد والسلاح وكل حاجة خاصة بالجنود، وكانت أول عاصمة وأول مدينة طبعا بنت الجيش الإسلامي يكون فيها تدريب للجنود ومكان للجنود. ولكن أبقى عقبة معه حوالي 300 مقاتل فقط، ده اللي أبقاه عقبة معه. ده الفصل 16، وإن شاء الله في الفصل 17 نعرف إيه اللي تم وكيف استشهد القائد العربي عقبة.